السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فغدا ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فغدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله خالقنا العظيم. ما شاء الله تبارک اللہ. انتہائی خوبصورت لہجے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی پرتاثیر تلاوت فرما رہے تھے اسی مسجد کے امام
محترم قاری محمد طارق لودھی صاحب دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات قاری صاحب کے علم، آواز، لہجے میں مزید برکت فرمائے، اور ان کے والد محترم ماسٹر عبد الرشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ کی ذات ان کے درجات کو بلند فرمائے.